أعلن الدكتور خالد العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي أن 70 يوماً هي المدة المتبقية لانطلاق العمل في أول مدينة طبية متكاملة في منطقة الخليج، وهي مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية. وقال العوهلي إن كل الخرائط والتصاميم أصبحت جاهزة إذانا بانطلاق العمل في أكبر صرح خليجي بحريني تعليمي، والتي ستؤسس لأول معلم صحي متطور لتقديم خدمات علاجية ورعاية صحية شاملة بجودة فائقة لمواطني مملكة البحرين وأشقائهم بدول مجلس التعاون الخليجي. وأشار العهلي في تصريحات صحفية إلى أن كافة التصاميم قد تم وضعها على أيدي كوادر استشارية بحرينية وسعودية متخصصة في هذا الجانب. وأضاف أن المدينة التي تتبع جامعة الخليج العربي والتي ستزيد كلفتها عن 1 مليار ريال سعودي جاءت بتوجيهات من المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد الله بن عبد العزيز طيب الله ثراه، وهي هدية من الشعب السعودي إلى شقيقه الشعب البحريني، مؤكدا الدور الفاعل والمهم لعاهل البلاد المفدى في دعم هذا المشروع بتفضل جلالته بتخصيص أرض في موقع استراتيجي لبناء هذه المدينة. وأوضح العهلي إلى أن المدينة الطبية التي ينطلق العمل بها أول العام المقبل ستضم 264 سريرا موزعا على الأجنحة كافة بمختلف تخصصاتها، وستوفر 1100 فرصة عمل للمواطنين في البحرين ودول مجلس التعاون.